وهذا أيضا فضيلة الشيخ يقول: هناك بعض الناس يقولون إن تعلم التوحيد إنما يحتاج إلى أسبوع أو يوم فقط. لا، يقول دقائق، بعضهم يقول دقائق. نعم، يعني الرسول 13 سنة في مكة معناه أنه تعب بأيام، يكفي 3 دقائق. نعم، هذا تهوين من التوحيد، هذا قصده، يهون من أمور التوحيد، هذا من جملة أساليبهم. نعم.